يقول: كيف يكون الرد على من يقول أنتم معشر السلفيين والسلفيون تنكرون التقليد وأنتم تقلدون الألباني بقولكم صححه وحسنه وضعفه، مع أنه يخالف في بعض الأحيان أئمة الحديث ابن حجر والذهبي وغيرهما؟ شوفوا هذا السؤال، أظن سمعتموه. ماذا يفعل المسلم إذا وجد العلماء قد اختلفوا في حديث ما تصحيحا وتضعيفا؟ لا بد له على طريقة السائل من أن يقلد إما الذي صح أو الذي ضعف، ثم هو ليس بين يديه من يساعده ويبصره على ترجيح قول من القولين الآخر. لكن وجد هناك رجل ابتلي بالناس وابتلي الناس به أنه خصص حياته لهذا العلم، واقتنع بعض الشباب المسلم لأن هذا الرجل على شيء من هذا العلم، فيسمي السائل أو من يشير إليه أن هذا الشباب في العالم الإسلامي كله بيدعوا أنه هن سلفيين ما بيقلدوا، وهم يقلدون الألباني. طيب من يقلدون إذن؟ يقلدون الذين ماتوا واختلفوا وتركوا لنا هذا الاختلاف. لا بد لهم من أن يتبنوا رأيا من الرأيين صحيح أو ضعيف. فإذا وجد إنسان يقرب لهم وجه الاختلاف ويبين هذا سبب التضعيف وهذا سبب التصحيح، ثم يعمل عملية ترجيح، فهل هذا يكون يعني خير من الله عز وجل أن قيض لهم إنسانا يبعث لهم هذا العلم من جديد ويبصر الشباب المسلم ويحركهم ليعملوا في علم الحديث؟ لا أقول أمرا يعني أو لا أكشف سرا كما يقال، قبل 30 سنة لم يكن في العالم الإسلامي عالم كاتب خطيب يذكر حديثا في خطبته أو في كتابه أو في أي مجال من مجالات العلم يقول رواه البخاري ورواه مسلم أو رواه فلان وصححه فلان، أو إذا جاب حديث ويقول كمان إسناده ضعيف. هذا ليس له ذكر إطلاقا في العالم الإسلامي كله قبل 3/4 من الزمان. لكن اليوم الحمد لله تجد النشاط في الاعتناء بالحديث وتخريجه، وحتى البعض يحاول يصحح وهو لما يبلغ مرتبة التصحيح والتضعيف معناها صار في العالم الإسلامي حركة علمية عجيبة جدا. يعرف هذا الكبار السن من أمثالي، أما أنتم فتعيشون الآن في بحبوحة من العلم بهذا العلم الشريف ألا وهو علم الحديث. الخلاصة نعود إلى هذا السؤال، يقولون يقلدون الألباني، قلنا لابد من التقليد على حد تعبيره، لكن علماء الأصول والفقه في الأصول وبخاصة منهم الإمام الصنعاني، الأمير الصنعاني له رسالة سماها تيسير الاجتهاد أو في تيسير الاجتهاد، يذكر هناك أن الرجل حينما يسمع عالما يقول في حديث ما إما حديث صحيح أو في حديث ما يقول حديث ضعيف، فعلى من لا علم عنده أن يتبعه، وأن اتباعه هذا ليس تقليدا وإنما هو اتباع. ويفصل القول هناك بناء على علم الحديث. خلاصة ذلك أن الرجل إذا قال لك عن رجل ما لا تعرفه هذا رجل حسن المعاملة لا بأس أن تشاركه، فأطعته في هذا وانطلقت لتشاركه، هذا ليس هو اسم تقليد وإنما هو اتباع. التقليد هو
أن تسلم قيادة عقلك وتفكيرك لمن تقلده دون أن تجتهد. يا ترى هذا رجل عالم، رجل صادق فيما ينقل؟ هذا هو التقليد. لما تغمض عيونك، لأن التقليد يقول أهل العلم مستقبل إيه؟ من القلادة، كأنك بتقيم القلادة من عنقك وبتلبسه في عنقه وانتهك بشيء. وهي طبيعة إيه؟ المقلدين. والليلة سمعنا بمناسبة البحث السابق في آية وفي سبيل الله أن سمعنا من أحد العلماء أنه ما في مانع نخرج الزكاة ونعطيها لبناء مساجد أو بناء مستشفيات، وذكر أثر معروف وأنا ذكرت في سلسة أحاديث الظاهر الموضوع: من قلد عالما لقي الله سالما. فهو اشتوى قلد هذا العالم، مجرد ما قال له خلاص كأنه هو أمام النص ويسلم تسليما. ليس كذلك شأن من يحاول أن يتبصر أن هذا الرجل اللي بيقول هذا حرام أو بيقول حلال أو بيقول حديث صحيح أو ضعيف، يحاول يستوثق منه هل هو متمكن في هذا العلم، هل هناك مجال مثلا لمناقشته أو لا مجال. فبعد ما بيطمئن بيتبعه، فلا يقال في هذا مقلد كما جاء في سؤال السائل. لكن إذا كان مقتنع بهذا لأنه ليس من أهل العلم بطبيعة الحال، فأنا أقول له: ماذا تفعل أنت؟ أنت تقلد وهؤلاء يقلدون، لكن هؤلاء يقلدون على شيء من البصيرة، أما أنت فكما نرى كثيرا من الناس اليوم يقولون بقول هذا العالم بدون دليل، وبكرة يقولون بقول ذلك العالم بدون دليل. أما الدليل فيوصلك إلى اتباع الحق حيث كان، سواء كان لك أو كان عليك. هذا مما يسر من الجواب عن الأسئلة المقدمة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصواب واتباعه حيثما كان ومع من كان. السلام عليكم ورحمة الله. في النهاية يعني نرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ونقول يعني إذا كان لكل دعوة مميزات، فإن الدعوة السلفية امتازت لأنها هي الوحيدة التي كتبت في التوحيد وبيان الشرك والانحراف، وهي الوحيدة أيضا علماؤها قديما وحديثا كتبوا في التصحيح والتضعيف. وكل الناس وكل الدعوات الموجودة الآن ما قرأنا لأحدهم